يعطيك العافية. يا أهلا. والله يعني بلبنان صرنا منجي على الطريق ومنصلي نوصل محل ما رايحين لأنه ما نعرف إذا نوصل. بيصير في مشكل على ترمبة البنزين بتسكر الطريق بيخبطوا الناس بعضهم. للأسف اليوم صار هيك شغلة مش كتير مهضومة على الأوتوستراد. نشكر الله أنا وصلت كل اللي عم بيصير مش مهضوم. كل اللي عم بيصير مش مهضوم. على كل حال في موضوع كتير مهم اليوم بدنا نحكي عن التزوير. ماشي يعني اليوم بقصة العوينات الطبية العدسات اللاصقة الفوضى ماشية عمد عينك والنظر صار في من قبلكم انتو كنائبة مهام بصرية فيها وضعتوا خطط بالتنسيق مع وزارة الصحة لحماية هالقطاع صح. لأنه عم بيصير في ارتدادات كتير صحية كتير كبيرة على العيون. قبل ما نبلش بس بدي اسأل أنا بيقول لي يا ريت بحطها سياسيا عدسات طبيه ليشوفوا منيح شو عم بيصير فينا. انا كنت بدي هلا قبل ما نبلش تساليني اسئله اعلق شوي على كلام الدكتور سامي نعمه. ايه اكيد نعم تفضلي. بتحبي تعلقي قبل ما نحكي بالقانون وبالخطط؟ نعم انا ضلي حبلش بالقانون. تفضلي. اول شيء بدي اوجه له تحيه لدكتور نعمه وقول له صباح الخير. وبدي هلا هو ببدايه الحديث شوي هيك صار فيه كم شغله لازم نوضحها وبعدين رجع الحديث اخذ المجرى. في اليوم قانون صدر من مجلس النواب يلي هو اعلى سلطه تشريعيه بالبلد. نعم. صدر ب 29/3/2019. هيدا لا القانون لا يحمل لا التاويل ولا الجدل لا بين الأوبتيسيان ولا بين الأوبتومترست ولا بين طبيب العين ولا بين الفرماشيني ولا يعني جينا وضحناها بالآخر. سألت السؤال يعني هو مرة انتبه انه مرة وضحناها. بس أنا حابة أقرأ الفقرتين يلي واضحين بالقانون رقم 121. أول شيء الفقرة رقم 11 بتقول بشكل واضح يمنع عرض وبيع النظارات والعدسات اللاصقة وأجهزة الإعاقة البصرية لو فيجن المختلفة في المراكز الطبية على أنواعها. في المراكز الطبية ممنوع يبيع يعني فينا نوضح الصيدليات المستشفيات العيادات. نعم. في المراكز الطبية على أنواعها بما فيها العيادات والمستشفيات والصيدليات والمستوصفات الطبية والمراكز التجارية تحت طائلة المراجعة الجزائية بجرمي انتحال الصفة والمزاحمة غير المشروعة فقط بمحلات الأوبتيك. لماذا؟ لأنه الشيء اللي قاله دكتور نعمي واللي هو صحيح أنه بده متابعة للعين الشخص يلي بده يلبس العدسات اللاصقة. هاي المتابعة بتصير من الأوبتومترست اختصاصي بقياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية. نحن اليوم القانون كمان قسم ما بين أوبتيسيان وبين أوبتومتريست. في الفقرة 13 كمان بتقول لا يجوز لأي كان أن يسعى أو يتوسط في بيع النظارات والعدسات اللاصقة وأجهزة الإعاقة البصرية لو فيجن المختلفة من الغير في المنازل حتى في المنازل بصورة مباشرة أو بواسطة مستخدم أو وسيط أو مكتب له صفة تجارية يقوم بمثل هذا العمل. ليه عم يحكي هالكلام؟ أيوة. شو الارتدادات؟ شو الخطورة؟ المواطن بده يسترخص يعني حقه لأنه هو في وضع اقتصادي صعب ما بيقدر يشتري اليوم. بس شو التداعيات لما نحن منسترخص؟ كيف فينا يعني اليوم نوجه رسالة إلى المواطن من خلال اللي عم تحكي؟ يلا. أول شيء في أشياء فينا نسترخص فيها وفي اشياء بدنا لما بدي استرخص فيها بدي اسال شو مثل ما بيقولوا بالفرنساوي رابور كاليتي بري يعني وين النوعيه بالنسبه للسعر. لما انا رخص بالسعر قد ايه بكون خسرت بالمقابل من النوعيه؟ اذا عم بشتري جاكيت او عم بشتري شوز او عم بشتري حيلا شيء ممكن اني رخص. بس هل يا ترى اليوم اذا انا جيت قلت لك والله بدي اعطيكي انتيبيوتيك ما بعرف وين معمول بس هيدا ارخص من غيره بتاخديه؟ أكيد لا. أكيد ما بياخذ أنتيبيوتيك إلا على وصفة طبيب. على وصفة طبيب. هل بتشتري من الأونلاين؟ يعني لا. إذا أنا اليوم شفت أنت على موقع ولا في أوغمانتان تشتري أو بتروحي لعند فرماشيني؟ لأنه هيدا الشخص راح درس بحياته. ليه درس؟ مش تيكون بياع دواء، درس لحتى يحط هالخبرة يلي عنده بخدمة الناس وخدمة صحة الناس ويعرف شو عم يعطي الدواء. مع أنه بيكون في وصفة من الطبيب بس هو عنده دور مكمل لدور الطبيب. اليوم نحن إذا فتحنا الأونلاين وشفنا أنه في عدسات لاصقة
او نظارات طبيه او نظارات شمسيه. هلا رح نحكي عنها لانه الناس بتفكر انه النظارات الشمسيه هي اكسسوار. النظارات الشمسيه هي طبيه شمسيه، خلينا نقول لها دور طبي بالماركات وبالمحلات. أيوة. شو دورنا اليوم؟ شو دورنا اليوم يا ستنا نحن وياكي على الهواء؟ نصوب هالوجهه النظر ونشرح للمستمع يلي نحن قلبنا عليه انه صحيح اليوم نحن بحالة اقتصادية عاطلة، صحيح خسر ماله، خسر يمكن ما بدنا يخسر نظره، صحته ونظره. نعم، بس السؤال هون، نعم، اليوم يعني ما بتعتقد وصلنا لهون نتيجة تأخر صدور القانون؟ يعني القانون نايم بأدراج مجلس النواب، يعني عن جد ما حدا بيصدق قانون بينظم هالمهنة اللي فيه كتير فيها شوائب. صحيح. فيها أول شيء بتجي شمال ويمين، بحطوا النظارات على الطرقات مثل ما قلنا، عدسات لاصقة بتنباع أونلاين، كمان بتشوف فيها وين ما كان. أنا بنصح جارتي بتنصحني، بننصح بعضنا، بس في تأثيرات كتير كبيرة من بعد ما حكينا مع الطبيب وحكينا مع غير أطباء. نعم. في ناس عم تخسر نظرها نتيجة اللي عم بيصير. صحيح صحيح. طب وين صار القانون؟ يلا خلينا نحكي بالقانون. القانون من بعد ما نام مثل ما قلتي حضرتك 20 سنة بأدراج مجلس النواب، بعد جهد جهيد من نقابتنا ومن فريق عمل كان فعلا جدي، صدر القانون ب 29/3/2019. لهلا ما عنده مراسيم تطبيقية. هلا كل قانون من بعده بده يطلع مراسيم تطبيقية. يلي أخر صدور المراسيم التطبيقية صراحة كورونا. كورونا، الوضع المش طبيعي يلي نحن فيه، بس نحن هلا بطور بداية العمل على فعلا تسريع صدور المراسيم التطبيقية لنروح من التشريع إلى التنفيذ. طيب شو بيصير يعني بالتنفيذ؟ شو بيصير؟ شو بحق له المواطن؟ شو بحق لكم؟ شو بحق للصيدليات؟ يعني نعم. اليوم بهالإطار، نعم، هيدا هو التنسيق اللي لازم يصير لأنه عم نشوفهم بالصيدليات، نعم، وبالسوبر ماركت. نعم. شو بيصير اليوم يلي بده يصير؟ بده يتطبق الفقرتين يلي قريتهم. نعم. أنا من شوي. نعم. الفقرتين واضحين، يمنع مثل ما قلنا ما بدي ارجع. شو حقوقكم انتو؟ حقوق بتسمحي لي اذا شي ست نوال، بدل ما اقول حقوقنا نحن خليني اقول حقوق عيون المواطن. نعم. نحن ما عم نتجاذب نحن والصيادله او نحن واطباء العيون على مصالح شخصيه وتجاريه. بعتقد انه كل المهن الطبيه الميديكال والباراميديكال هي مهن رساله، رساله. نحن ما فينا نحط التجاره قبل صحه الناس. إذا ما نحط صحة الناس أولا، كل واحد بده ياخد مكانه واختصاصه، وهيك بيكون صحة الناس أولا. نعم. اختصاصه يعني العدسات اللاصقة لما بدها تنباع، بدها تنباع فقط بمحلات الأوبتيك. هالأوبتومترست الاختصاصي يلي درس هالشي، كل مرة بيجي لعنده المواطن بده يشتري عدسات لاصقة، هو رح بيفوت معه، رح يفحص له كمية الدمع بالعين، نوعية الدمع بالعين، رح يطلع شوي على وضعية العدسة اللاصقة على العين، رح يشوف إذا لازم يعطي دروبس كمان مرطب حتى تضل رطبة على العين، بينصحه بأي نوع من العدسات اللاصقة ممكن أول فترة يستعمل وحدة ما تناسبه، ينقله على براند تاني. هيدا شغل الأوبتومترست وهو مخول، والقانون شرع هيدا الشيء بشكل واضح. هلأ الفوضى ماشي لأنه ما في مراسيم تطبيقية، بس بعدنا أطلقنا حملة اسمع عيونك خط أحمر، بعتقد حضرتك شفتيها و بالتعاون مع وزارة الصحة. بالتعاون مع وزارة الصحة عبر وسائل التواصل، عبر الصحافة المرئية والمكتوبة والمسموعة، حكينا عن هيدا الأمر وتوجهنا للمواطن مباشرة يلي هو الأند كونسيومر يلي هو الشخص اللي بده يستعمل هالبرودكت. نعم. جينا قلنا له نحنا اليوم بغياب الدولة وبغياب الرقابة، كون انت الرقيب على صحتك وعلى عيونك. انت بدك تسأل من وين بدي اشتري، بترجع لهالقانون. نعم. وبتعرف انه لازم تتوجه لمحلات الاوبتيك، بتسأل عن اوبتومترست موجود جوا اختصاصي، هو بيتابع هيدا الوضع وبيعطيه حتى اذا ما بده يدفع الشخص بيتوجه لاختصاصي بيقول له انا وضعي الاقتصادي دقيق شوي، شو بتنصحني استعمل؟ هو بينصحه يستعمل شيء أرخص شوي بكمية وجودة عالية. نعم. مش منسترخص من راسنا يعني. خليني ذكر الأصدقاء المستمعين اللي عندكم أي سؤال حول موضوع كتير مهم وعم نشوفه كمان وعم بيأذي العيون، على أرقام تليفونات صوت لبنان 01-205-511 01-325-555 الخلوي 76-611-005 وعبر الواتساب على 76-611-001. خلينا ناخد فويس مسج. شو القصة؟
يعني ما بعرف شو صاير، لا الانترنت ماشي ولا السير ماشي، ما في شيء ماشي بهالبلد. على كل حال نعم تفضلي. اليوم في عوينات كمان عم نحكي عن القانون غير مطابقه للمواصفات وعم تنباع وين ما كان، صح؟ مثل اللانسز، مثل العدسات اللاسك كمان بنسترخص فيهم وبنشتري. شو تاثيرات على العين برايك؟ وسالنا الحكيم دكتور نعم وضح وضح هيدا الامر، بوجه له تحيه. ومزبوط يلي حضرته قاله انه العدسات باردون النظارات الطبيه للقريب نعم. يلي عم تنبيع بالصيدليات او بالوان دولار او منشوفها باي مكان، هيدي غير طبيه مثل ما حكى دكتور نعمي عن السنتراج، يعني ما في الا سنتر مطابق لكل شخص، هيدي بتجي ستاندرد مصبوبه صب، اضافه الى نوعيه الزجاج اللي هي غير طبيه. هالعوينات هن نوع من المكبر يلي هو منه ازاز طبي، ومش مطلوب نحن نحط مكبر، مطلوب نعمل فحص طبي مزبوط نشوف قد ايه عنده بريسبيسي الشخص، وممكن يكون عنده درجات للبعيد بتغير له، يعني معقول يكون عنده استيغماتيزم ما فيه ويجي ياخد عوينات زائد 2 او زائد 3 هيك على ذوقه، بده يعمل فحص طبي مزبوط وبيعمل عوينات للقريب مزبوطة. هي كلها توعية، هيدا دورنا وهيدا ضميرنا المهني. نعم، بظل هالفوضى وارتفاع الاسعار التجار عم يستوردوا اشياء رخيصة وبعضهم مستمرين فيها. كان ابي عم تعملوا عم تشتغلوا مع وزارة الصحة خطة لضبط الاصناف اللي بدها تدخل على البلد، كيف؟ مؤخرا صار في اتصال بيننا وبين وزارة الصحة، مشكورين على تعاونهم الكبير معنا، وطلبنا نحن بالكنترول على كل الأصناف يلي عم بتفوت. العدسات اللاصقة صار عم بيصير في عليها كنترول كتير قوي، اللاصق القانوني يلي نحن حكينا عنه وأصدرناه هيدا من الحلول اللي لازم تكون موجودة، ما ينبيع أي منتج بدون لاصق. طالبوا فيها وزراء الصحة المتعاقبين، ليه ما مش الحال؟ وين جينا نحن آخر شيء هالسنتين تعاوننا مع وزارة الصحة وقدرنا نحط هاللاصق القانوني، والأسبوع الماضي مشكور الوزير مضيلنا على إلزامية وضع اللاصق القانوني، وهلأ بده يصير تعميم خلال الفترة القليلة المقبلة، تعميم لإلزامية وضع اللاصق القانوني على البرودكتس. للأشخاص اللي عم يسمعونا هلأ رح خبرهم شو هو اللاصق القانوني. هو نوع من الستيكرز بينحط على علب العدسات اللاصقة، إذا شفتوا هيدا لاصق موجود يعني هالبضائع نالت موافقة وزارة الصحة ونقابة المهن البصرية. كان في سؤال عم ينسأل دايما، طيب البضائع اللي مش ما في عليها ستيكرز هيدي غير مطابقة؟ نعم. مش شغلة المواطن يحمل العلبة بينزل على وزارة الصحة يسألهم هي مطابقة أو غير مطابقة، ممكن يكون في أنواع مطابقة بس الشركة تبعها ما راحت حطت ستيكرز، طب هالشركة عم تاخد ريسك إنه المواطن يكون في براسه شك هيدي. نعم. قبل، بينما اليوم هالقرار يلي اتخذه الوزير بيسهل علينا وعلى الشركات وعلى المواطنين، لما صار الزام اللاصق القانوني نحلت المشكله، صار هالمواطن بيشوف هاللاصق بيشتري البرودكت، ما بيشوفه ما بيشتري. ان شاء الله قريبا بيكون هاللاصق كمان على النظارات الطبيه والشمسيه لحتى نساعد الناس كمان بخيارها بالنظارات. نعم، خلينا ناخذ الفويس مسج. نعم، توجه على صوت لبنان، صوت لبنان توجه على جسر الدورة قدام محطة ميكو، هيدا الطريق لأنه في بنزين وما بدهم يعبوا. هيدا قصة البنزين للناس قصة، هيدا اللي أخرني بعثت لك فويس كنت على الهواء قلت لك أنا على الدورة في مشكلة، على الدورة صار مشكل، صحيح صار مشكل للأسف لترمبة البنزين، تأخرت أنا لأوصل عندي كمان فويس مسج لنشوف إذا عن العدسات. بونجور ست نوال، مع احترامي لضيفتك انه انا عندي بشتري لانتي وعوينات ولا مرة عملوا لي فحص للدمع ولا السنتر للعين وكذا، وبحطوا كمان سوري يعني بحطوا بيعين لانه اوبتومتريست ولا شيء انه ببيع ولا بيسألك ولا اي سؤال عن نظرك ولا شيء. اوكي نحنا نحترمهم بس انه كمان يضبطوا شوي الوضع يعني بمحلات الاوبتيك، مش بس الدنيا فلتي بالصيدليات، بس عندهم كمان بده ضبط الوضع كمان شوي. نعم تفضلي.
نعم، من وراء الفويس بدي أقول لحضرتك هون بننصحك وبننصح كل مستمع يتأكد من شرعية محل الأوبتيك اللي عم يتوجه له، لأن في محلات أوبتيك منا مرخصة. طب ليه ما بدناك أنا قابل؟ يلا 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 يلا، نحن خطوة 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 خطوة. نحن كنا وين؟ كنا وين عم نسير؟ كنا بفوضى عارمة، كنا بفوضى كتير كبيرة. اليوم أول إذا بدنا خطوة على الطريق الصحيح كانت صدور القانون. اليوم في عنا بليز وقت تتوجهوا على محل تأكدوا من وجود الاختصاصي، تأكدوا إذا ما كان موجود بيكون عمل لك فحص من قبل، طلب هيدا الشيء، طلب رخصة الشخص اللي عم تتعامل معه، أكيد هيدا حقك طبعا. نعم، في كمية من الناس عم تعمل مي زرقاء هيدا كمان قولك من وراء هون بدنا نجي عوينات الغلط أو اللينسز المش مظبوطة. هون بدنا نجي كمان ستنا على موضوع النظارات الشمسية الغير مطابقة للمواصفات. الناس بتفكر إنه النظارات الشمسية هي أكسسوار نحن منحطه أمام العين، إذا ما بيضر ما بيفيد. هاي الجملة خاطئة جدا. النظارات الشمسية بتضر إذا كانت غير مطابقة للمواصفات. رح أشرح ليه. لأنه ببو العين ربنا خلقه إنه بيكبر لما يكون في عتمة، وبس يكون في شمس كتير بيصغر أوتوماتيكمان لحتى يخفف كمية الشمس يلي عم بتفوت على العين. سبحان الله خلق للعين حماية طبيعية. اليوم نحن بس نجي نحط قدام هالعين بلاستيك أسود، هيدا البلاستيك ما في حماية. شو عملنا نحن؟ غشينا العين، خلينا العين تفكر انه هي بالليل، فبيفتح الببو، وبالعكس بدل ما تحمي حالها صارت عم بتفوت كل الأشعة تبع الشمس المضرة ونزتها جوا. منشن هيك او بتكون النظارات الشمسية مزبوط فيها حماية او ما نشتريها وما نلبسها. شو قصة الازاز اللي اسمه بلو لايت؟ أيوة. يعني هلا اخد شهرة كتير صح. كبيرة، وهيدا بيحطوه ليحموا حاله من الكمبيوتر وعم بيشتروه الناس صح. لحتى يحموا حالهم. هل من ضرر لإلو؟ صحيح. البلو لايت، في أنواع من البلو لايت كمان. هون شغلة اختصاصي البصاريات لازم نروح لعنده، لأنه مش مطلوب نشيل كل اللوميير بلو، لأنه هالشي بيؤدي لمشاكل صحية، ممكن يؤدي لديبريشن عند الشخص، ممكن يؤدي لتغيير بالأرمونات، في مشاكل صحية. لأنه ضيق الوقت رح أقولهم بسرعة، عم تعمل لي إشارة سنوات. بينما البلو لايت الطبي المدروس بيكون بمحلات النظارات، والاختصاصي بيشرح لنا ليه هيدا البلو لايت مقبول ولازم نشتريه. بينما الجاهزين يلي عم نشوفهم بالمولات وبالسوبر ماركت مكتوب عليه بلو لايت ما لازم نحطه، هيدا بيشيل كل اللوميير بلو وهالشي مش منيح. نعم، على كل حال يعني موضوع المحلات غير المرخصة، يعني المواطن لازم يعرف يروح عند أوبتيسيان أو محل أنه يعرف أنه هيدا مرخص. نعم، مين بده يكتشف؟ لازم يروح يعرف إذا هيدي منيحة ولا لا، مين بده يستشير ده. مين بده يستشير؟ بده يروح عند الطبيب، بده يدفع طبعا أنه أجرت. طب يعني ضايع المواطن. ليش مثلا ما اقترحتوا طالما عم تشتغلوا مع وزارة الصحة، وحاولنا نتصل يعني امبارح بوزارة الصحة لحتى هن كمان هن مسؤولين عن هالقطاع وعندهم دايرة بوزارة الصحة معنية وعندهم مشاكل عم توصل لهم، ما كان في تجاوب. على كل حال يعني اليوم ليش ما بنشتغل مع البلديات كاقتراح انه كل هالمحلات غير المرخصة تسكرها؟ صحيح، حتى يعرف المواطن انه فات على محل فعلا انه وصل لمطرح يعني مأمن فيه ومؤتمن على صحته. انا من 5 أيام تقريبا كنت على نشرات الاخبار التلفزيونية و أعلنت طلب واضح وصريح من وزارة الصحة أنه تتعاون معنا بأنه تحط لنا بتعاون معنا أطباء الأقضية، بده ينزل معنا طبيب القضاء على المحلات الغير مرخصة يعمل كشف ويطلع بتقريره. كمان نحن كنقابة عملنا طريقة سريعة، وعملنا مثل نوع من البانكارت بتتعلق على باب المركز، على هيدي البانكارت وطلعنا كمان وحكينا، وبعد رح نطلع ونحكي أكتر على الإعلام. معلقة على باب المركز بيكون مكتوب عليها اسم الاختصاصي، رقم انتسابه للنقابة، رقم ترخيصه بوزارة الصحة إذا ما كان منتسب للنقابة، كمان رقم ترخيصه بوزارة الصحة بيكفي لحتى نقول إنه هالمركز مرخص وفي اختصاصي. لحقنا كمان موضوع تأجير للشهادات، لأنه اليوم في ناس للأسف عم تستأجر شهادة ما بيكون في اختصاصي جوا. نحن عم نشتغل على الأرض، بدنا تعاون من المواطن. لما نعطيه نحن هنتس يلتزم
فيه لما نقول له شوف اذا في على باب المركز بانكارت معلقه انه هالمركز مرخص ينتبه له، اذا قلنا له اشتري عدسات لاصقه عليها لاصق قانوني كمان ينتبه له. بستقبل الاتصال، مين معي؟ الو الو، صباح الخير. صباح الخير. تفضل. انا بدي اسالك على عمليه مية الزرقاء، انا شو 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 خطرتها، شو بدي اعملها بس مش عارفه وين وكيف شو شو ما انا ما قلنا المدام لا تتصل بالدكتور سامي نعمة، مثل ما نحن منحترم اختصاصنا منحترم اختصاص أطباء العين أو أي طبيب عيون. عم بتقلي مواطنة في شخص بتعرفون حفرت القرنية من كتر استعمال العدسات اللاصقة، استعمال العدسات اللاصقة بشكل غير مدروس وبدون متابعة بدون التزام بوقت وضع العدسات اللاصقة بكيفية وضعها، انه يحط دروبس يحط يعني قطرة. في من هون رجعنا على حديثنا، لازم يكون في متابعة من اختصاصي لهذا الموضوع. الى جانب نظراتنا الطبية، بتقلي تايرا نحن بحاجة الى النظرات الجاهزة اللي بنشتريها بعدسات عادية لكن عليها ارقام الدرجة. نعم ابدا، هيدا اللي بدنا نقله اياه لتايرا بمحبة، هيدا العدسات هي غير طبية بتنزعلك عيونك. إذا بدك تشتريها بدك تتوجهي، بنرجع منقول لمحل أوبتيك بيكون في أوبتيسيان أو أوبتومتريست داخل المحل، وهالأوبتيسيان أو أوبتومتريست هو بيدلك وبيشرح لك وبيعطيك على مسؤوليته الخاصة إذا كنت بدك تاخده بسعر منيح مش على مسؤوليتك أنت. الله يساعد اللي بده أكثر من عوينات، مش هيك؟ يلا بدنا نقول الله شو بدنا نعمل. بدنا نقول الله على الخط مباشرة، بس حابين ناخد رأي اختصاصية قياس النظر كريستين صومة. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. صباح الخير كريستين. صباح ولا إبتنا. كيف اليوم يعني عيونها اللبنانية نتيجة العدسات اللاصقة المش يعني كاملة المواصفات، أو ما بدنا نقول عنها بس فقط مزورة، كمان نتيجة اليوم العوينات المنتشة وين ما كان، يعني شو بدك تقولي عن هالقطاع كريستين؟ مدام نوال، انا بدي اول شيء اقول لك انه يمكن اكثريه القصص اللي كنت حابه اقولها نقاله من قبل دكتور سامي نعمة او من قبل النقي. نعم. انا بدي اقول لك انه من اول نهار بلشنا نستقبل في اشخاص جايين يلبسوا عدسات، هالعمليه ما بتصير بطريقه عشوائيه. الشخص اللي بده يحط العدسات بده يجي لعنا في الكليك بتتاخد، نتأكد من افرازات العين اذا عينه بتفرز دموع بطريقه كافيه بنوعيه جيده، نتأكد ما يكون عنده حساسيه، ما يكون عنده ابدا ادويه معينه بتاخذها بتكون كونتر انديكاسيون للبس العدسات. بنفس الوقت بننقي اللي هو كمان كثير مهم، اذا بده كان هو هذا الشخص بده يلبس العدسات اللي بتتغير كل شهر، الاخصائي هو المخول ينقي له الدواء المعقم يلي هو متجانس مع العدسه يلي رح يستعملها. بس في ناس مثلا في هلا مستمع عم بتقلي انه انا صار فيي مشكله من ورا اللي اشتريته من محل اوبتيسيان، شو هو يعني؟ هي خبريه شوي معقده، هي القصه اول شيء عدسات عاديه نعم متوجه عند شخص مختص بالموضوع. نحن مدرس 5 سنين دراستنا هي لمدة 5 سنين، وبهالخمس سنين نكون عم ناخد علم العدسات اللاصقة والأدوية المعقمة. ما بعرف هي بإيدين مين وقعت، بس في كتير أسباب وأسباب. أيام الشخص بيقول أنا العدسة عملت لي حساسية، الخبرية بتكون إنه راح اشترى دواء من الصيدلية مش معروف شغل وين، مش معروف شو مكوناته، وإجا استعملوا مع العدسة اللي هي أصلاً منيحة وصار معه هذا الحساسية. صحيح كريستين. في أيام العين فيها تكون عم بيصير فيها مشاكل حساسية أو غيرها، لو كان واحد منه حاطط عدسات أصلاً كان هالشي رح يصير. نعم. يعني نحن بدنا نشوف بالضبط شو هو السبب، بس العدسات في لهم مكونات معينة، بفوتوا أكسجين على العين بكمية معينة، في لهم قياسات. مش كل العدسات بيسائبوا على كل عيون. صحيح، يعني لازم نقصد الأوبتيسيان ضروري، يعني حتى لو كانت الشغلة مكلفة وإلا بتصير هي أرخص من أنه تنصاب العين، أرخص بكتير من أنه تنصاب العين ومن أنه نفوت بمتاهات مرض العين. أنا بقول لهم لا، بقول لهم على طول للأشخاص، بقول لهم ما تحطوا عدسات
وضلكم بعواناتكم وانطروا ليصير معكم المبلغ اللي انتم بحاجه له ورجعوا ساعتها اشتروا. نعم. على انكم تحطوا حيلا شيء بعنايتكم. شكرا لك اليوم اختصاصيه قياس النظر كريستينا صوما. بدي ارجع لنقيبه نسرين الاشقر. اليوم هل من الامن ارتداء العدسات اللاصقه بشكل يومي؟ يلا رح جاوب على هذا السؤال، بس حبيت تعقب على كلام كريستين يلي منحبها كتير ومنحترمها. مزبوط يلي قالته كريستين، وكمان جوابا للمستمعة يلي بعتت رسالة. اليوم نحن على صفحة النقابة من فترة حطينا اعلان، وصلنا رسالة لقلنا ايميل ولا وزارة الصحة من شركة عالمية سحبت البرودكتس تبعها لانه اكتشفت انه في مشكلة بالتصنيع بايطاليا وصار في مشكلة بالتعقيم، مشان هيك سحب، طلبت منا نسحب البرودكتس. معقول يكون السيدة يلي صار معها المشكلة هي من وراء هيدا البرودكتس اللي نزل لكم لشهر يمكن، ونحن حطينا اعلان على صفحة النقابة ورجع انسحب، مش بس من لبنان، من عدة بلدان بالعالم، والمشكلة هي بشركة من اكبر شركات العالم صار معها المشكلة بالتعقيم بشركاتها ومعاملها بايطاليا. ممكن يكون هيدا السبب، بس اجمالا ابدا البرودكتس ما بيعملوا اي مشكلة. كنا عم نسأل انه نعم. ممكن يعني نستعمل اليوم العدسات اللاصقة بشكل يومي، ممكن نعم. ننام فيها، شو بتأذي النظر، يعني ما نستفيد من وجودكم، وكم من الوقت لازم انه العدسات اللاصقة؟ اولا في عدة انواع من العدسات اللاصقة. زمان كنا نشوف كتير ناس تلبس مثلا العدسات السنوية، نعم. بعدين صار شوي وشوي نشوف انه هالشي عم بيقل، وعم بتروح الناس على العدسات المانثلي، يعني اللي بتتغير كل شهر او كل 15 يوم. وفي العدسات يلي بتتغير بشكل يومي يلي هي جتاب اللي بتنلبس وبتنكب دغري. اكيد اذا بدنا نحكي من الناحيه الطبيه، العدسات اللاصقه الجتاب اليوميه هي الاصح للعين، لانه نحن لما نرتديها ما بتلحق العدسه تجمع ديبو وتجمع يعني تتوسخ بكتيريا، وما بنضطر نعقمها لانه رح منكبها دغري. بدنا ننهي معك نعم. باليوم هيك نصيحه للمستمعين نتيجه هالحلقه عن فوضى العدسات اللاصقة طبعا، والعوينات الطبية يعني اللي منتشرة بالسوق ومنا نعم. يعني هي بتحمل المعايير اللازمة. اليوم نصيحتي للناس هو الشعار يلي دايما نحن عم نقوله، وبكرا الله راد نحب ندعيكي على الهوى ست نوال في مؤتمر صحفي بنادي الصحافة ببيروت، رح يكون نحن عم نعمله، رح نحكي عن هيدا الموضوع. اليوم نصيحتي هو الشعار يلي بلشنا من كم شهر نقوله، عيونك خط أحمر. نصيحتي بغياب الدولة وبغياب الرقابة بهالفترة، كون انت الرقيب على صحتك، انتبه على عيونك، اتباع الارشادات وروح عند اختصاصي لحتى تحمي نفسك. شكرا لك نقيبة المهن البصرية نسرين الأشقر، كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس اوف لبنان 100.5. بختام هاللقاء اطيب الامنيات مني نواليش عبود دليدا غانم والمخرج جورج العلية، الى اللقاء.